طبعا يعني مع غياب عدد كبير جدا من اللعيبه ده مأثر طبعا على تحضيرات الاهلي، لكن اللي يطمنك هو امبارح المباراه الوديه اللي لعبها الاهلي مع النجوم اللي شارك فيها عدد كبير من اللعيبه الاساسيه وايضا بعض اللاعبين الشباب، فرصه لاستعاده حساسيه المباريات مره ثانيه، فرصه للاطمئنان على مناسبه المباراه انتهت لصالح الاهلي بنتيجه 1-0، وده طبعا في اطار تحضير الاهلي لمواجهه فاركو ان شاء الله. عندنا مشوار صعب جدا في الدوري، لك ان تتخيل انك انت امام او متبقي في البطوله، يعني زي ما بيتقال كده هو طبعا مش 19 اسبوع، انه استحاله يبقى 19 اسبوع، 19 اسبوع بتتكلم في 5 شهور، يعني نخلص تقريبا ان شاء الله 5 شهور في شهر 11 لكن هو طبعا الماتشات دي كلها هتضغط، ويعني زي ما كنا بنحسبها امبارح بالورقه والقلم، انت بتتكلم تقريبا عن 8 اسابيع ونص من تاريخ عوده الاهلي للمشاركه في البطوله مره تانية. طمنتكم امبارح على امام عاشور، والنهارده الجهاز الفني والطبي في منتخب مصر قال لك امام جاهز لمواجهه مباراه غينيا بيساو، هيشارك بكره ان شاء الله. تبقى لسه موقف وسام ابو علي هو اللي يمكن مش واضح بشكل كبير. كولر طلب من الجهاز الفني تقرير او تحليل رقمي خاص بمستويات الاداء او معدلات الاداء بتاعت لعيبه الاهلي اللي شاركت امبارح في مباراه النجوم. وعلى كل الاحوال اعتقد انه كل ده في اطار التجهيز او التحضير طبعا مع عوده الدوليين. عندك عدد كبير جدا من اللعيبه الدوليه، سواء مع منتخب مصر الاول عندك 11 لاعب، عندك مع منتخب الاولمبي في حمزه علاء وكريم دبيس، وعندك طبعا بيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا. اعتقد مع عوده الدوليين هيبدا التحضير لمشوار الدوري اللي اشبه هيكون على الاهلي اشبه ببطوله كاس. يعني اذا ما اراد الاهلي طبعا، انت انا واثق ان معظم جماهير نادي الاهلي ما بتتابعش ماتشات الدوري او مش متابعه البطوله واصله لغايه فين او الموقف فيها ايه، لكن الاهلي عشان يستعيد الصداره مع الكم الكبير جدا من المؤجلات محتاج يفوز في كل مبارياته، واعتقد اهمهم في مواجهتين هيجمعوه ببيراميدز، مواجهه من الدور الاول من المؤجلات ومواجهه في الدور الثاني. دول الحقيقه مش هيبالوا الاسم على 2، ودول بشكل كبير جدا هيكونوا مش فكرة التأهل لدوري الأبطال، لأنك أنت تأهلت خلاص، يعني فكرة حسابات المقاعد ومين هيشارك في دوري أبطال، مين هيشارك في الكونفدرالية، ما بقتش بتفرق معانا خلاص، الأهلي هيلعب دوري أبطال، هيلعب دوري أبطال، لكن فكرة المنافسة على البطولة اللي تظل رغم إنه أهميتها مش عارف أقولها لكم إزاي، يعني فريق بيلعب بطولة دوري أبطال، بيلعب بطولة انتركونتيننتال، بيلعب بطولة كأس عالم سواء شكل قديم او شكل جديد، رايح يلعب سوبر افريقيا، كل البطولات دي والالقاب بيتهيألي من حيث الاهميه اهم كتير جدا لجمهور نادي الاهلي، اي جمهور كوره يعني، تتكلم على بطولات عالميه وقاريه، لكن تظل بالنسبه لجمهور نادي الاهلي برضه احنا عايزين بطوله، يعني ما مش هنتنازل عن بطوله الدوري، طبعا انا عارف انه بطوله مهمه جدا، فكره ان الاهلي يكسبها ويفوز بيها ويحرم كمان منافسيه من تحقيق لقب دي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي لا تراجع على استسلام، لكن نتمنى التوفيق. البطولة أبدا مش سهلة السيزن ده، وحجم المجهود اللي اتبذل فيه من لعيبة النادي الأهلي مفترض أنه يكونوا زيهم زي بقية لعيبة العالم. النهاردة راحة سلبية، فرقة لعبت سوبر إفريقي ولعبت كاس عالم ولعبت كاس سوبر ولعبت دوري أبطال إفريقيا ولعبت كاس، جابت بطولة كاس ولعبت نص بطولة الدوري، مفترض انه دلوقتي الفرقة دي تكون رايحة ترتاح عشان ان شاء الله تستعد للموسم اللي هو لا تراجع ولا استسلام الموسم اللي جاي، لكن ما زال عندك 19 مباراة في بطولة الدوري.